شو اللي فيها وكيف؟ عتبان؟ ايه العتبان وش؟ هذيك عتبها الهيلة، لا تقعد تخمخمي من يسار ثم صفك لي راسك بنبلط ونقطع السد، تفهم ولا لا؟ خلكم صحصح وقر، لا تورطنا مع الناس يعني مرانا، لا تورطنا مع الناس. الغلبة والهيلة والعريض وش تبي؟ خلى على راحتك اوريك انا، كانت على الهيلة ازين، افضل اجيب القبائل كلها هنا. يا عاش العين قله على همار دود البور وعشرين وبات رميت حبله يوم بده يتل خطيب ما فاهم حاجة لا ينحكى يا عبيدي ذاية انبات يلا معمر وانا الكريم اللي شما بظل ايوه وجبنا التوالي يوم كفوة لودات الاصوات بيض الله وجهك ابو غاس بيض الله وجهك خلاص انطب انطب قام ودل وملاتي قام هناك هناك يطمح لي يا الحب اللي رمى هذا كم متر محمد ما تعرف صليتوا على النبي زيدوا الصلاة اللهم صل على سؤال يطرح نفسه للجميع والكل بما فيكم الشيخ هذه فقرتي مسويها غازي لحظة هذه فقرتي انا مو فيها لا قدامهم اللي قال غازي لا تعلم فيه قدام الناس وانت مالك شغل خلني اسال الرجال وجاوب اذا جاك السؤال وترى السؤال على جائزه يا مبين اصبر يا مبين يا حبيبي اصبر جائزه وجائزه كانكم الشيوخ تعطون جوائز لا احنا قاعدين نلمح علشان الشيخ يتحرك ويجيب شيء لان الناس ما تمشي وراك ما في طمع ما في فايده ما حد يمشي وراك افهم المعلومه هذه علمتك فيها احنا في الرياض وعلمتك فيها احنا قبل الزواج وعلمتك فيها الحين ولا راح تفهمها انت فاهمها بس ما تبغى تسويها لا ما هو بنا اللي يمشي ورا الفلوس الناس كلها بطبيعتها تحب الفلوس اولهم انا يا بنا ها طيب السؤال اللي يطرح نفسه لماذا الابل لا يصلى في مراحم انا اعلمك لحظه كل واحد بالدور كل واحد بالدور عينه خير عينه خير المعلومات قامت تنق تبدا من عند اهل الابل وتخلينا اسكت يا مخلد لا تخرب الفقره لا تخرب الفقره تسمع ليش يا نايف الصلاه ما تصلح في مراحل الابل وش تدري يعني دقيقة صغيرة متذكر دقيقة خلص راحت عليك بس راحت عليك راحت عليك راحت عليك علشان اللي تعوذ منها رسول الله يقول الشياطين تبرك ما تبرك غير انت البل تعوذ منها رسول الله ايه يقول شياطين اجابة غلط ولا ينظرون الى لبك والله الظاهر عشان لحم ما ينقضى وضوء كذا اي حول الكلام لحم صليت بتاكل يعني ولا ايش؟ راحت عليك الاسد لان في معاطنها الشياطين مباركك هذا اكيد ما غير اجابتك ما غير اجابتي لا ما بجاوبك انت تقول الرسول تعوذ منها ابندر كان في هلف ما غير اجابتي هات 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 طيب صل على النبي اللهم صل على النبي انا اتوقع علم عند الله عشان ما تشوش لا اي يعني كبر حجمها وكذا ايه تشغلك عن الصلاه تشغلك عن الصلاه ما شاء الله عليك خطا انا متخاش تغش ها شوف تغش الجواب لا توجه الجواب لا توجه الجواب شوف شو يقولها انه عشان ما حد يسمع الاجابه غشاش وتجاوب غلط قسم بالله ضحكني مشكلة غش يلا هات انا اتوقع عشان فيها شياطين او خلقت من شياطين وش اللي خلقت من شياطين لحظه 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 في معلومه جديده انا ما ادري عنها شان اللي خلقت من شياطين لانه ما يوكل لحمها او ما يوكل اللي خلق من شياطين وشان كيف ما يوكل لحمها لان فيها غلاظه غريضه يعني اتوقع ان عشان الغلاظ اللي راحت عليه راحت اجابه غلط راحت عليك ها طب الاجابه اذا امكن يعني على حسب ظروفك عشان الدمن وكذا ايش دخل الدمن والله في راسك يا اخي طول عمرك كنت مبشرنا في الثقافه ولا رحت الثقافه يا مخلد الدمن اللي في المرحان الدمن اللي في المرحان عندك والله من يبرم المرحان يا منك صغير ما راح اجاوب خلي جاوب تفضل في اكثر من اجابه لحظه خليك اخر واحد انت ابو فارس وانت يعني متعدام مهر يعني ابل يهايطون علينا وين انت تجيني انا وش تبغى ابي اول شيء اهل البل ما يهايطون انا اقول هذول خل اهل البل ما قلت انا اقصد هذول اللي ما اللي بهم الفرشه عندي 18 طيب. عيالكم اللي تاركهم في البيت عيالي 13 دراستي انا اعرف ان مكان البل يجي فيه الشياطين فما يجي الصلاه فيه بس هذا اللي اعرفه انا هذا اللي تعرفه انت تقول لحمها ما يوكل يا ربع عمر جاوب عشان فيه اماكن شياطين ما بل يجيها اشعاف من ويش يجي حتى في الحمام يا ابو حاجي
طبعا الحمام يجوز يصلي فيه. وش الاجابه انت وش الاجابه؟ يا اخي مشكلتكم مشكله. دائم 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 تورطون. الاجابه اذا بغيتوا الصحيح تبون الصحيح ما اعرفها. ابحثوا عنها تلقوها. الله يلعن ابليسك يا عمي. لو بتسوي شو تسوي؟ هذا ورع ابن. ما شاء الله تبارك الرحمن. اسعد الله ايامكم بكل خير. ابو عمر عندك مجروحه؟ كيف حلالك اليوم؟ والله الحلال ما ادري وينه. انا ما اعرف اميز الحلال حقي. انا اقصد نياقك كيف اموره عساك؟ ناقه واحده ما ادري عارف وينها. قالوا انها بعيده. عليها وسم؟ والله اني ما ادري. ما حطيت مغزل، ما حطيت مطرق، ما حطيت شيء؟ لا على فخوذها ولا على تحت اذنها ولا على رقبتها؟ نعم اخويا. ايش قاعد تقول؟ والله هذه صدق وسمت ناقه. الوسم ما هي وسم الا الكلاب. لا 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 لقيتك لازم توسمها. شوف هذا انا موسوم. هذا مجروح. ها انا هذا لا هذا وسم وسم. هذا وسم بيطلع له دم. لا اخاف حق على لولي يطلع دم مجرحها. والله العظيم لازم زي كذا. ايش انا قلبي وايش انا؟ انت بلا تاكل راسك. هذا الصغير ذي وحده اسمها إيه؟ عزه. عزه تروح تمر على انياك حبيبها الاول اللي تركته. ها يوم شافت الناقه سوت له كذا حيتها. يجي هذا الرجال اسمه كثير يفك الناقة ويطلقها. قال لها روحي. يقول حياتك عزت وبعد الهجر. بقول لك القصيدة. يقول حياتك عزت وبعد الهجر. ايش رايك ننصرف احنا محية؟ يقول حياتك عزت وبعد الهجر وانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل. ليت التحية كانت لي فارددها ما كان يا جمل حييت يا رجل. شكلي انا عزة. الشيخ النياق هذه كلها مجروحة. لا يكون حكت نفسه بالحديد. لا ما حكت نفسه بالحديد. شوف هذا وسم يا ابو الطيب. وسم ويش يا الطيب يا ساتر يا رب. النياق مع المغرب ترى خطيرة. ما تعرف المعلومة هذه؟ لا ما جاك شيء. ما لك انت معي لا تخاف. انت معي ايش دخلني يا ساتر يا رب. انا وقفتك. لا 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 يا رب يا حبيبي. والله اللون هذا بمبي حلو. هذا بمبي؟ ايه. الله اخذ عقلك. استغفر الله العظيم ودمه ليه؟ هذا اللي تقوله بمبي؟ اي والله تعزق قسم. اهرب اهرب.